امبارح تم الإعلان من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا اللي هيكونوا بيتلعبوا يوم 15 ويوم 11 قبلها من شهر أكتوبر. طبعا كان الكل منتظر هل هيكون في تغييرات في الأسماء عن القائمة الأخيرة اللي كانت مع الكابتن حسام حسن ولا لا، ولكن أكيد زي ما الكل توقع في بعض التغييرات. خليني أقول لكم إن عادل الانضمام لصفوف المنتخب كل من الثلاثي محمد عواد ونبيل عماد دونجا ثنائي نادي الزمالك، بالإضافة لتواجد محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي واللي كان غايب عن المعسكر اللي فات بسبب تواجده مع نادي الفرنسي المنتقل إليه حديثا وما كانش موجود معانا في التوقف الدولي السابق. كان عواد بقى يعني تم استبعاده من المعسكر الماضي، بينما غاب دونجا عن معسكر منتخب مصر من ساعة ما كان متواجد في ماتشين السنغال، ده كان في شهر مارس 2022 ضمن المرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، فكان بقاله فترة غايب عن صفوف منتخبنا الوطني وعن الارتداء لتيشيرت منتخب مصر. غاب كمان عن المعسكر الخاص بمنتخبنا الحالي كل من أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور، محمد الشامي وحمزة علاء. دي أسماء أصبحت مش موجودة في هذه القائمة اللي تم الإعلان عنها في الساعات المتأخرة من امبارح، وشهدت قائمة منتخب مصر تواجد 6 لعيبة محترفة وخمسة من النادي الأهلي، خمسة من الزمالك وثلاث لاعبين من بيراميدز واثنين من المصري البورسعيدي ولاعب من كل من البنك الأهلي والاتحاد السكندري وسيراميكا كيلوباترا. هستعرض مع حضراتكم ال 24 لاعب اللي تم الاعلان عن اسمائهم: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، احمد رمضان بكهم، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاته، احمد نبيل كوكا، احمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطيه، ناصر ماهر، احمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، مصطفى محمد وأسامة فيصل. طبعا وكالعادة أي وقت بيتم الإعلان فيه عن قائمة وأسماء بتخص منتخبنا الوطني بتصبح هناك التساؤلات، ليه فلان ما انضمش، ليه فلان انضم، بيبقى دايما فيه يعني اجتهادات من المحللين ومن الصحفيين عن بعض الأسماء اللي لم يتم ذكرها ضمن قائمة منتخبنا الوطني. خليني أقول لحضراتكم الأبرز، ولكن طبعا يعني كامل الصلاحيات لمنتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسام حسن، وطبعا هو المسؤول عن اختيار كل الأسماء اللي هيكونوا بينفذوا رؤيته الفنية، وخصوصا أن الكابتن حسام ماشي بشكل جيد جدا منذ توليه القيادة الفنية بالرغم من تحديات كتيرة جدا كانت بتمر على الكرة المصرية منذ توليه القيادة الفنية، ولكن هو ماشي بشكل جيد والنتائج بتتحدث عن نفسها. ولكن بيبقى اسم عمر جابر لما يقدمه مع نادي الزمالك من الأسماء اللي كان متوقع عليها تكون متواجدة في صفوف منتخبنا الوطني وما كانش موجود، وبرضه طبعا نجم فريق وفي البريمير ليج سام مرسي اللي غايب برضو عن منتخبنا الوطني. والكل بيتساءل يعني عندك لاعب بيلعب في بريمير ليج أساسي بيسجل قائد مع فريقه، طب ليه مش موجود مع منتخبنا الوطني؟ في الاخر طبعا الكابتن حسام حسن ليه كامل الحريه في اختيار الاسماء، وهو اللي بيتم محاسبه في الاخر محاسبته على النتائج، فهو المسؤول عن اختيار الاسماء. ولكن ممكن نقول ان دول ابرز اسمين يعني اللي كانوا مطروحين على الساحه الكرويه وحواليهم علامات استفهام ليه لم يتم انضمامهم لمنتخبنا الوطني. ولكن اللي انا بتكلم فيه ان احنا من ضمن بقى لو هستعرض معاكم يعني مجموعه مصر في التصفيات، فمصر معاها دلوقتي 6 نقاط ماشية بشكل جيد، المجموعة بتاعتها هي ماشية فيها متصدرة، حققت فوزين على كاب فيردي في القاهرة بثلاث أهداف نظيفة بعد أداء كان مميز جدا، ثم فوز خارج الديار على منتخب بوتسوانا بأربع أهداف نظيفة. الماتشين ظهر فيهم منتخبنا بصراحة بشكل جيد جدا سواء على المستوى الفني أو على المستوى البدني، وكمان نجح الكابتن حسام حسن في الوصول لتشكيلة مناسبة للمرحلة اللي جاية سواء بضم لعيبة بقى جداد أو يستبعد بعض اللاعبين. وطبعا حتى لو كانت المنتخبات اللي احنا بنتكلم عليها مستوى تاني او تالت في افريقيا، لكن احنا اتفقنا على مدار كام سنه فاتوا ان خريطه الكوره في افريقيا اتغيرت بشكل كبير، ما بقاش في منتخبات سهله، فلازم نثني على تحقيقنا لنتائج ايجابيه واهداف كتيره حققناها وسجلناها في هذه المنتخبات حتى لو بالورقه والقلم، ده اللي المفروض يكون طبيعي.
مهم جدا ان احنا نكون بناخد الست نقاط من ماتشين موريتانيا قبل ما نكون بنواجه كاب فيردي مره ثانيه ثم بوتسوانا في الجولتين الاخيرتين. الاهم كمان ان احنا نكون بناخد الماتشات دي في شكل اعداد قوي، يعني حاجه مهمه ان احنا نكون بنستفيد منهم، لان دي هتكون بتفيدنا لنهائيات كاس الامم الافريقيه اللي هتكون ان شاء الله في المغرب، واللي هتكون اكيد هي التحدي الاكبر والاهم بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للجيل الحالي من اللاعبين اللي وصل لاثنين نهائي في كاس الامم ولكن ما كانش موفق على الإطلاق إن هو يكون بيحقق بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي غايبة من 2010، وحاجة حزينة جدا إن احنا نشوف منتخبنا بيوصل لاثنين نهائي ولكن لسه لم يوفق إن هو يكون بيحقق بطولة، غايبة بقالها فترات طويلة عن منتخب مصر. منتخب الفراعنة طبعا صاحب العدد الأكبر من تحقيقه لهذه البطولة الهامة، وهنتمنى ان شاء الله ان في المغرب ولو انها تكون بطوله صعبه على الاراضي المغربيه، خصوصا منتخب المغرب طبعا حدث ولا حرج عن امكانياته في التوقيت الحالي في وسط جماهيره على ارضه، اكيد هيكون هو المنافس الاكبر والابرز لحصد هذه البطوله، ولكن ان شاء الله منتخبنا الوطني يكون قادر على تحقيق النتيجه الايجابيه اللي هي بمثابه تحقيق البطوله، يعني اكيد مش هدفنا نوصل لمربع الذهبي ولا حتى المباراه النهائيه، هدفنا حصد هذه البطوله الغائبة على مدار سنوات طويلة.